بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد. لا تزال كمية كبيرة جدا من الأسئلة حول العظام والمفاصل والركب والكاحل والرسغ وآلام الظهر والديسك والغضروف، مسميات كثيرة جدا جدا، وكل يعتقد حين يسمع الفيديو أن الفيديو لا يتكلم بحالته، ويريد مني أن أتكلم بصورة خاصة. وصراحة بعد دراسة معمقة حول هذه الموضوع، أحببت أن أبدأ معكم سلسلة جديدة سأضعها في قائمة تشغيل خاصة. نبدأ من البنية التحتية لهذه المشكلة، وسوف نتفرع منها في كل الدقائق الصغيرة. يعني الكاحل سيكون له قصة ووصفة وكل شيء، كذلك الركبة وكذلك الرسغ وكذلك الأصبع وعقلة الأصبع أيضا، وكل يعني مفصل وعظمة سوف نتطرق لها بخصوصيتها وبأسباب ألمها وإعطاء ما يناسبها من وصفة علاجية طبيعية ضمن حياتنا الخاصة. أبدأ معكم اليوم بالبنية التحتية، وهذه البنية التحتية سوف أقسمها إن شاء الله إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول وهو اليوم الكولاجين، وإن شاء الله سأتكلم بالقسم الثاني في فيديو منفصل، وهو عن الكالسيوم فوسفات أو فوسفات الكالسيوم. الكولاجين من أهم العناصر الرئيسية جدا 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 في البنية الرئيسية لكل ما هو عظم أو مفصل. ما هو الكولاجين وما هي حكايته؟ طب احنا بنسمع الكولاجين للبشرة، بنسمع الكولاجين للعلامات التشققات في الجلد، بنسمع أن الكولاجين لبنية العضل والجسد. يعني إيش دخله في العظام؟ تعال نشوف إيش دخله. هو إله دخل ولا هو الأساس في البنية؟ سنتعرف خلال هذه الدقائق حول هذا الموضوع. الكولاجين عبارة طبعا عن أحماض أمينية. الأربع أحماض أمينية عشان نتعرف بالضبط إيش حكايته، مين هم؟ حاجة بنسميها برولاين، حاجة بنسميها هيدروكسي برولاين، حاجة بنسميها جلايسين، وحاجة بنسميها الأرجينين. لو عرفنا كل واحد إيش علاقته وإيش دوره انحلت المشكلة. البرولاين هو اللي بده يعمل لي تهيئة لتكوين الكولاجين بمساعدة الفيتامين سي. إذا صار عندي متطلب، وأول متطلب هو الفيتامين سي، لازم أأمنه يكون موجود، وهذا مش صعب. طالما في هذه الدنيا يوجد الكيوي والجوافة والبقدونس والليمون والحمضيات، إذا لا يوجد مشكلة في مين؟ في الفيتامين سي. العنصر الثاني وهنا الأجمل، الهيدروكسي برولاين. أنتوا عارفين دائما اللي عندهم آلام مفاصل عندهم شكوى، بقول لك يا دكتور بنمش من الوجع، بنمش من وجع المفاصل، بنخر علي نخر، كأنه مش في عظمي، كأنه في دماغي، ما بيخليني أنام. اللي هيدروكسيبرولاين هذا بيأمن لكم النوم الهادئ،
النوم الطبيعي، وممكن نتكلم على جودة النوم. شوفوا جودة، جودة في النوم يعني تنام وانت ايش؟ مكيف، كأنك مشغل التكييف ونايم. هذا كله وين؟ في الكولاجين. الجلايسين تاني مهم في موضوع التشققات، في ناس من كثر ما عندهم آلام مفاصل في منطقة معينة، مثلا منطقة الركبة ولا منطقة الظهر، بيصير عندهم تشققات، والكولاجين كثير كويس لهذا الموضوع. ونأتي لمين؟ للسر في موضوع الكولاجين، وهو الأرجينين. الأرجينين هذا فيه كل السر، لأنه هو اللي بيعمل لي مصفوفة العظام، هو اللي بيرتب الموضوع، هو اللي بينادي تعالوا يا معادن عندي، تعالوا أرتبكم عشان هذه العظمة أو هذا المفصل يكون صح. الأرجينين هو اللي بيعمل تحفيز لما يسمى بمعامل السكر النمو اللي هو الانسولين جروث فاكتور، وهذا مهم جدا في بنية العظام وله وظائف عدة. طبعا إذا أنا بتكلم على مصفوفة العظام، بتكلم على ترتيب المعادن اللازمة للعظام أن تدخل كلها في مسارات ثابتة حتى يستفاد منها. فأصبح وجود الكولاجين مهم جدا جدا أن نتناوله في أي مشكلة، لا سيما اليوم راح نتكلم في أول خاصية وهو وأول مسار من هذه الرحلة، وهم اللي بيشكوا من وجع مفاصل الركبة، وهذه طبعا كثر هم، والطقطقة والألام والنخير وكل ما يتعلق في مفصل الركبة تحديدا. الأرجينين مش بس بيسبب لي أو بيعمل لي المصفوفة، كمان بده يساعد على بنية الغضاريف، وهذه منطقة غضاريف. إذن كل من يعاني من آلام في مفصل الركبة تحديدا، وهذه لغتنا اليوم، بده يدور على مين؟ على الكولاجين، وبده يأمن كمان الفيتامين سي. لو أمن هذول التنين أنا بكون إن شاء الله في بداية الشغل الصح، وما تتعبش أو ما تلاقيش إنك أنت مش عارف تنام، لأنه قلت لك في عندي هيدروكسي برولاين، هذا حيأمن لك جودة النوم. شوفوا كيف، مين بصح له جودة نوم، بناء غضاريف، الطقطقة مش حتبطل تسمعها، بنية صح. تعالوا يا معادن ترتبوا صح ضمن المصفوفة تبعتي، وطبعا بناء كنتيجة كل الآلام وكل المعاناة راح نبدأ من هاي اللحظة إنها إيش؟ إنها تنتهي. وين موجود هذا الكلام؟ يعني أنا ما عندي قدرة إني أروح على الصيدلية أشتري هذا الكولاجين حبوب، تمام؟ وبتوهوني بدك كولاجين واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة. طب أنا مش فاهم هذا الكلام، لا أنا بديش إياك تطلع من البيت خالص، تمام؟ وفي عندنا في البيت ما يؤمن هذه المواضيع، وبدي أشتغل على الأربع مكونات وليس على المكون الكلي. بمعنى نشوف البرولاين وين موجود، الهيدروكسي برولاين وين موجود، الجلايسين وين موجود، والأرجينين وين موجود. إذن أين نجد هذه المكونات الأربعة للكولاجين حتى يؤمنوا إنتاج هذا الكولاجين؟ نجدهم في أمور ثابتة ومحددة، نجدهم في الخضروات، نجدهم في الأعضاء، نجدهم في اللحوم، ونجدهم في المكسرات والشوكولاتة، تمام؟ تعال نشوف طبق نعمله يجمع إن هذا الكلام، أو وجبة خلينا نسميها متكاملة في هذا النمط. بدنا نجيب طبق من كبد الخراف، تمام؟
ونضع عليه طبعا نعمله هيك شوي بيكون افضل، او اللي بحبوه مقلي بزيت جوز الهند. نضع عليه بعض الخضار مثل البروكلي او الهليون الاسباراغوس، بكون ممتاز جدا. وممكن هذا الطبق، وممكن نتناول معه او نرش عليه بعض المكسرات مثل خص بالذكر هنا اللي هو عين الجمل، رائع جدا في هذا الموضوع. او اتناول عين الجمل ما بعد الوجبة الغذائية، بعد ما اتناول وجبة كبد الخراف هذه. هيك بكون انا اخذت البنية التحتية. طبعا هذه الكبدة بدي اعصر عليها ليمون اكيد، وبالتالي انا ضمنت مصدر للفيتامين سي هنا. وهذا ممكن اشرب بعد الوجبة كوب من عصير الجوافة او كوب من عصير الكيوي على سبيل المثال، حتى اركز تركيز من الفيتامين سي في هذا الموضوع. وجبة بسيطة تناولتها وانبسطت كمان عليها، واخذت وراها هالعين الجمل. اللي ما بتوفر عنده عين الجمل ممكن ياخذ حبة شوكولاتة الدارك الداكنة. انا امنت كل مصادر الاربعة للكولاجين، وبالتالي يبدأ هنا في تكوين مين هذا الكولاجين، وهذه الاستفادة من مصفوفة العظام تبدأ تتكون، وتبدأ الآلام إن شاء الله تزول تدريجيا. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.